نظم الملتقى العراقي للثقافة والفنون في هذا المساء احتفالية فنية على مدى يومين. في هذا اليوم الأحد 27 آذار كان افتتاح معرض الفن التشكيلي العراقي المعاصر، والذي أقيم لمناسبة احتفالات المملكة الأردنية الهاشمية بعيد ميلاد جلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين. وضم المعرض أكثر من 60 عملا لفنان عراقي وفنانة مثلت مختلف الاتجاهات الفنية. وغدا سيكون أيضا لنا أمسية فنية تتضمن مقالات وقصائد شعرية، بالإضافة إلى حفل موسيقي فني، وسيتم توزيع شهادات على المشاركين في هذا المعرض. يأتي إقامة هذا النشاط احتفالا مع شعبنا العربي في المملكة الأردنية بأعياد المملكة المجيدة.